الفاعلين اللي ساهموا في هذه المبادرة فسروها يعني خلال اللقاء بأنه هذا النداء معناه إحساس الجمعيات، إحساس جمعوي، إحساس يعني واعي لفعاليات المجتمع المدني بأن المرحلة تتطلب أن يتقاطع يعني الفاعلين في المجتمع المدني خاصة على المستوى الوطني في أرضية مشتركة اللي تساهم من خلالها أولا في دعم الاستقرار الوطني، في تعزيز اللحمة الوطنية. عارفين لأنه كل هذه الجمعيات في الحقيقة اختصاصاتها مختلفة، فيه جمعيات ذات طابع اقتصادي اللي تعمل في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب الإنساني، في الجانب الخيري، في الجانب التطوعي، في الجانب البيئي، ولكن كلها تجتمع في مسألة الاستقرار الوطني. وعارفين كلهم بأنه بناء الجزائر الجديدة باقتصاد متنوع، الإقلاع الاقتصادي، تجديد المؤسسات، وإحنا مقبلين على إن شاء الله انتخابات تشريعية وبعدها إن شاء الله محلية بلدية وولائية وبعدها إن شاء الله تجديد نصفي أيضا لمجلس الأمة وهي الغرفة الأخرى للبرلمان. كل هذا يتطلب استقرار المجتمع المدني مثل ما كان فاعل، يعني أفراده كلهم شاركوا في الحراك المبارك اللي أدى إلى تغيير، ثم أدى إلى مسار دستوري وجات انتخابات 12 انتخابات الرئاسية اللي الحمد لله عندنا رئيس الجمهورية اللي من بعده مباشرة جات أزمة وبائية وعندها تداعيات أيضا اقتصادية. كان عندنا رئيس جمهورية وضع استراتيجية، وضع التوجيهات اللازمة، التعليمات اللازمة، الحمد لله اللي وصلتنا الآن إلى نوع من الاستقرار في مواجهة هذا الوباء. فالمجتمع المدني كان دائما حاضر في هذا المسار مواجهة الوباء. تعرفوا كلكم أنه فعاليات المجتمع المدني كانت في الأحياء، كانت في البلديات، كانت في الولايات.